الكرة الأرضية لها ملايين الأشرار، وكلما تقدم العلم كلما أصبحنا على يقين بأن الأشياء المبهمة على الأرض هي أكثر من الأشياء المكتشفة. وهناك العديد من الأسئلة إجاباتها مهمة لتأريخ البشرية. منذ آلاف السنين إحدى تلك الأسئلة ولما لا إحدى تلك الألغاز هي تدور حول سفينة نوح. هناك مجموعتان، قسم يؤمنون بالطوفان وقسم لا يؤمن، والمجموعتان لهما التفسيرات حول إثبات معتقداتهم. الكثير يشكون بأن طوفان نوح فعلا قد حدث وقد رست سفينة نوح على جبل أرارات، وهناك الكثير ممن يؤمنون بطوفان نوح ورست السفينة على جبل أرارات، لكنهم لا يصدقون بأن الله كان قد قرر إنهاء الخليقة، وأن ما حدث كان يجب أن يحدث، وأن الله حذر الجميع، لكن نوح هو الوحيد من شاهد وسمع، لأنه كان يؤمن بالله. نحن ليست غايتنا أن نبحث ونجد إجابات مختصرة ومقنعة، نحن سنحاول أن نكتشف ونقدم كل وجهات النظر الموجودة والمتاحة أمامنا. على طرق الباحثين قررنا أن نتابعهم. في الكتاب المقدس مكتوب، في 27 من الشهر السابع السفينة رست على جبل أرارات. هذه الجملة المصيرية أصبحت بمثابة الحكم لتأريخ البشرية. في كل العالم بدأت فكرة البحث عن سفينة نوح فوق جبل أرارات. استحدث علم سمي بعلم السفن. أعداد كبيرة من البشر كرسوا حياتهم لذلك العمل. الكثير خاب أملهم من العمل، والكثير فارقوا الحياة بعد أن كانوا على يقين بأنهم شاهدوا سفينة نوح وتلك فعلا فوق جبل أرارات. نحن عندما كنا فوق قمة الجبل كنا على أمل أن نجد سفينة نوح، لكن بالنسبة لنا كانت مجرد طرفة. بعض أفراد مجموعتنا سألوا الدليل، كيف يمكننا الوصول إلى سفينة نوح؟ والدليل بكامل الجدية أجاب أن الطقس غير مناسب، وكذلك الوجهة ليست من هنا. المرة القادمة عندما تأتون أكيد سأصطحبكم إليه. نعم، الكثير مقتنع بأن سفينة نوح رست على جبل أرارات. من أين ولدت هذه الفكرة؟ الإجابة مؤكدة وغير قابل للجدل، ويشهد عنها الكتاب المقدس، ولكن القليل يعلم بأن البعض بحثوا عن السفينة في أماكن أخرى. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يثقوا بالكتاب المقدس. بالكتاب المقدس مذكور بأن سفينة نوح رست على جبل أرارات، وفي هذه المنطقة هناك مئات الجبال. شهادة الكتاب المقدس صريح جدا، سفينة نوح رست فوق جبل أرارات. ماذا سنفهم من جبل أرارات؟ بشكل مؤكد نحن نقرأ في العهد القديم تحت عنوان أرارات. نشاهد كل أرمينيا جبال أرارات، مملكة أرارات، وجاء اسم أرارات من الكتاب المقدس كتسمية لأرمينيا. وأخيرا، أين هي سفينة نوح؟ فوق جبال أرارات أم في مكان آخر؟ في أساطير وقصص كل الشعوب توجد شهادات حول سفينة نوح والطوفان، وكل تلك الشهادات تشير إلى أماكن مختلفة لموقع سفينة نوح. الكتاب المقدس يذكر فوق جبال أرارات، والقرآن الكريم يذكر فوق جبل جودي. من خلال البحث بين المصدرين نكتشف معلومات قيمة. جبل أرارات
يعتبروا أكثر مقنعا، لأن كل البحوث والدراسات والتنقيبات مرتبطة بهذا الجبل، جبل أرارات في تركيا، معروف باسم أغريداغ ومعناه جبل الألم. جبل جودي أو كما يقال بالأرمني كوردوباتس أرارات، ذكر بالقرآن الكريم بأن السفينة نوح رست على جبل جودي. وموقع جبل جودي 320 كيلومتر جنوب جبل أرارات، وعلى مرأى من الحدود العراقية والسورية في منطقة أرارات أو منطقة أوراردو التاريخية. وحسب آخر المعطيات ارتفاع جبل جودي هو تقريبا 4000 متر، ومن قاعدته ينبع نهر دجلة، كما يطلق عليه أيضا اسم جبل كاردو، جبال كورديان وجبال كورد. وفي التدوينات السماوية والآشورية يدعى نيبور أو أراردو. المهم يمكن أن يذكر في السابق بأن هذا الجبل أيضا كان يدعى أرارات. ليس من الصعب التسلق على جبل جودي، لكن لن تحصل عليها أي بحوث أو دراسات جدية. يوجد جبل اسمه جودي، وكذلك يوجد جبل اسمه أرارات، ومن المحتمل أن يكون الجبلان هما نفسهما، لأنه كما مذكور بالكتاب المقدس الجبلان يقعان في المنطقة والاثنان اسمهما أرارات. من الأرجح الكتاب المقدس والقرآن الكريم الاثنان يتحدثان عن نفس الجبل. الأسطورة الأرمنية تقول بأن جبل أرارات وقمة ماسيس هي القمة التي رشت عليها سفينة نوح. وأسطورة وادي الرافدين تقول بأن كوردباتس أرارات أو كما مذكور بالقرآن الكريم جبل جودي هو الجبل الذي رشت عليه سفينة نوح. وفي كل الأحوال لا يجب أن يكون هذا موضوع جدل، لأن هناك معتقد كبير كان منتشر في عموم آسيا وكان معروفا بأن أرمينيا تعتبر أرضا مقدسة وأرض بداية البشرية ما بعد الطوفان. أن ديوري بينار كان على يقين أين هي سفينة نوح، لأنه شاهد شيئا شبيها بسفينة ضخمة منذ عام 1959 عندما كان يهيئ خرائط للمنطقة من الفضاء. الموقع كان على مسافة 30 كيلومتر قرب الحدود الإيرانية، وبعد الاكتشاف مباشرة تشكل فريق من الأمريكان والأتراك، لكن التنقيبات لم تتحقق لأنهم اعتبروا المشهد معجزة الطبيعة، وبمرور الزمن تناسوا القضية. منطقة ديوري بينار نحن تعرفنا عليه عن قرب بعد النزول من جبل أرارات، وفي اليوم التالي مباشرة توجهنا إلى المركز العالمي للسواح الخاص بسفينة نوح الذي يبعد 20 كيلومترا عن مدينة بايازيت. في هذا المتحف محفوظ قصة كل دراسات منطقة ديوري بينار، وخصوصا بحوث رون وايت واكتشافاته. رون وايت لم يكن عالم آثار أو جيولوجي، بل كان طبيبا وشخصا ذو عزيمة. كان عمره 27 عاما عندما قرأ في الصحف عام 1959 عن الاكتشاف، وأصبحت فكرة ديوري بينار راسخة في مخه، وكان على يقين بأنها سفينة نوح بسبب العديد من الانفجارات البركانية. وايت كان متأكدا بأن سفينة نوح لا يمكن أن تبقى في مكانها على جبل أرارات، لذلك كان المفروض البحث في منطقة أخرى. في خلال تقديم بحوث رون وايت لنتفق بأن ديوري بينار هي سفينة نوح. نحن لن نؤكد بأن ديوري بينار هي سفينة نوح. بعد اطلاعه على اكتشافات ديوري بينار بعد 17 عاما، تمكن رون وايت لأول مرة من التوجه إلى تركيا وإلى مدينة بايازيت، حيث كان جبل
قرر فجور بنار الاثنان قريبان من بعض. سكان بايازيد أظهروا لرون وايت صخور كبيرة ورافقونا نحن أيضا إلى نفس الصخور. الصخور موجودة في قرية أرجيك، ودليلنا على الدين شرح لنا عن هذه الصخور، وحسب ما قاله رواية هذه الصخور نحن تعرفنا عليه من رون وايت وصديقه ديفيد فازيلد. توجد منها خمسة هذه الصخور أنقر، الأربعة متوجهة إلى المركز والذي يشرف على أرارات. فكرة جيدة، الناس أرادوا أن يفهموننا بأن هذه الصخور الأنقر جلبت من سفينة نوح. نعم، أن رون ذكر بأن هذه الصخور شبيهة بصخور الأنقر التي اكتشفت في قاع البحر الأبيض المتوسط، لكن هذه الصخور أكبر بكثير. هذه النوعية من الأنقر يسمونها الأنقر السابح أو العائم، ولها فتحات في الأعلى مخصصة لربط الحبال، حيث كانت تربط بجانبي السفينة وترمى في المياه. وعندما يرتفع منسوب المياه وسفينة نوح تريد الانعطاف، هذه الصخور تحافظ على استقرارها. الصخور كانت تتحرك بموازاة السفينة، وكانت تحافظ على موازنة السفينة خلال الأمواج العاتية. الأنقر السابح ليس الهدف منه لموازنة السفينة، بل للحفاظ على مسير السفينة باستقامة. لأن صدقوني، مثل تلك السفينة الضخمة لا يمكن أن يسيطر عليها أي رجل مهما كان قويا بواسطة المقود، حسب التكنولوجيا الموجودة في تلك الفترة، لأن تلك السفينة لا يمكن أن يكون لها مقود. الأنقر السابح استخدم قديما في السفن، وأن سكان القرية يعتقدون بأن هذا الأنقر استخدم في سفينة نوح. أنتم تعتقدون أن هذه الأحجار استخدمت في سفينة نوح؟ نحن هذا ما سمعناه، بأن هذه الأحجار كانت موجودة في سفينة نوح. على هذه الأحجار منحوتة ثمان صلبان، وهناك معتقد بأن هذه الصلبان تمثل نوح وعائلته. نحن كنا منشغلين جدا بأشكال هذه الأحجار ورواياتها. فجأة ظهر شابا بدأ عليه الانزعاج وبدأ يصرخ ويتكلم باللغة الكردية مع دليلنا، وأننا لم نفهم ما يقوله، لكن من أسلوب كلامه وملامحه علمنا أنه كان منزعج جدا. وقال لمرشدنا: لماذا لا تصطحبهم إلى قريتنا أيضا؟ وبصق على أحد الصلبان وربط حصانه بالحجر وحاول التقرب منا. كل هذا كان غير متوقعا. نحن لم نفعل شيئا، هم بادروا الاقتراب منا. استمر الجدل لفترة ونحن قررنا أن نتوقف من التصوير والابتعاد من هناك. بعد قليل حضر مسؤول القرية، هو صديق مرشدنا على الدين، وغضب على الشاب وقال له: سأخبر والدك بهذا التصرف. الشاب خاف وابتعد بحصانه، وبعده قالوا لنا بأنه مجنون وهو مريض نفسيا، لكن في البداية أهل القرية كانوا مستمتعين. عندما شاهد رون وايت ولأول مرة على اكتشاف ديوري بينار، قال بأنه شبيه جدا ببقايا السفينة. وللوصول إلى الحقيقة كان من المهم جدا إزالة طبقة التراب العليا. في عام 1977 طلب رون وايت موافقات رسمية من الحكومة التركية لإجراء البحوث والتنقيبات، والنتيجة كانت سلبية. وفي هذه الأيام أيضا يمكن القول بأن الحكومة التركية غلقت كل الطرق أمام الباحثين والسواح. عندما كنا في متحف ديوري بينار
وكنا واقفون فوق التل وننظر إلى المشهد، أصبحت لدينا الرغبة للنزول إلى الأسفل للمسه وتصويره. لكن هذه المرة مرشدنا قال لنا بأنه ممنوع، وأرانا المرصد العسكري الذي أمامنا وحذرنا وقال احتمال أثناء النزول يرموننا أو يعتقلوننا. ففكرنا بما أنه يمنعوننا إذن هناك شيء مخفي. فريقنا التصويري كان يتكون من المدير والمصور وفتاة واحدة صاحبة الفكرة، فاقترحت أن تنزل وحدها متأكدة بأنهم سوف لن يطلقوا النار عليها ومن الصعب أن يعتقلونها. لكن الرجال قرروا أن لا يعرضوا حياة مؤلفة الفيلم للخطر لأنهم في حاجة لها، فكان من المهم أن يبقى أحدهم فوق لتقديم المساعدة فيما لو اقتضت الحاجة. فنزلوا المصور هاغو وأرمينيه. أرمينيه المفروض عليها أن تتحذر باعتبارها سائحة، وكانت قد دخلت في مكان خاطئ. أما المصور هاغوب كان المفروض جهد الإمكان أن يبدأ بالتقاط الصور ودراسة نموذج ديوري بينار، ولحسن الحظ كل شيء انتهى على ما يرون، وبسبب مغامراتنا والمخاطر التي تعرضنا إليه أنتم أيضا أصبح بإمكانكم أن تشاهدون عن قرب ما شاهدناه نحن.